هلا والله شباب، ايش اخباركم وايش علومكم؟ ان شاء الله بخير. معكم عبد الرحمن ودحدح، واليوم جايب لكم شرح كيف تلعب اونلاين في درايفر. طبعا هذا طلب من الكومنت، شفت كومنت على مقطع مكتوب نبي شرح شلون تلعب اونلاين في درايفر. طبعا مع انه قديم، لكن لاني بفيد المشتركين اللي بيلعبون معي بسلسلة اللعبة المشتركين، يعني في ناس بيلعبون درايفر، يعني السلسلة الاولى تلعب درايفر، فيعني يمكن افيدهم. فنبدا، اول ما تبدا تدخل اونلاين موتو بلاير. طبعا هذا طبعا اي دي جديد سويته خرابيط، بس عشان اوريكم الشرح. لو تدخل كذا جوا الناو على طول، فالحين نشوف شلون هو. بسيط بسيط مره، يعني ما يحتاج، بس عشان طلبكم، يعني حتى يعني اقول لكم انكم تضيفون على الاي دي اكس اي دح دح. فاي واحد يضيفه راح العب معه، يعني ما راح انزل فيديو اقول لكم اليوم كذا راح نسجل، لا. راح اي واحد متصل اونلاين، مثلا انا دخلت شفت نفسي فاضي، اشوف مثلا ثلاثة او اربعة متصلين اونلاين، اصور معهم على طول، وبعدين كذا خلاص ما اصور معهم مرة ثانية، خلاص اصور معهم بعدين افتح مجال الناس اللي بيصور معهم ثاني، يعني غير اللي صورت معهم. مو بشرط بس درايفر، يمكن العب كود زومبي، مو بشرط درايفر. المهم، فاول شيء الحين الشرح. اول ما تبدا لازم يوزر نيم وباسورد، فتدخل ريجستر ناو، يعني تطلع حساب جديد. على المهم خلي يوزر نيم زي هذا، اسم الاي دي الخربيط اللي انا مطلعه، والايميل تحط ايميلك. انا بحط ايميلي حلو. بعد كذا بعد ما تحط الايميل، الحين نحطه كامل هوت ميل. حلو. بعد كذا، لا اتكلم غلط، تصبر. هوت ميل اي. المهم، فشو اسمه، بعد ما تحط هذا تحط الباسورد. الباسورد لازم تحط، يعني مو بس ارقام، لازم تحط ارقام مع حروف. زين، عادي شوف الباسورد عادي، ما الحساب هذا يعني ما راح احتاجه. اصبر، المهم تعيد الباسورد مرتين. حلو، اصبر كذا غلطت شوي. المهم، فبعد كذا تحط صح هنا صح هنا، وهذه الكلمة. حلو السالفة، بيس بس وورد هذا غلط يختلف. اصبر اصبر اصبر، المهم الصورة قطعت انا شوي، خلنا نخربط. حلو، كذا صح، الحين ضبط معي. حلو، بعدين تضغط هذه الكلمة هذه، بعد كذا يقول جو تو ابلي الموقع، ما ادري شو ذا حقهم. اضغط لا اكس ار يو سوري. المهم راح للموقع هذا، ما ادري شو جو ابلي، ما ادري شو اسمه ذا، يو بلاي. المهم يسوون دعاية كذا، بعد ما يسوي الدعاية تطلع اوكي يس اوكي. المهم الحين تشوفون انه خلاص فتح. هذا الشرح بسيط، يعني ابسط من البسيط، بس يعني حبيت اقول لكم انكم تضيفون على الاي دي اكس اي دح دح عشان نسجل معكم سلسلة المشتركين، سواء درايفر، مو بشرط، يعني ما راح اقول لكم اليوم هذا راح اسجل، اضيفني على الاي دي، يعني انا اذا دخلت اسجل مع اللي يشوف متصلين، فيمكن احالفك حظ مرة اسجل معك على طول. فاضفني على الاي دي وباذن الله اني راح، اي واحد يضيفني على الاي دي راح اسجل معهم كلهم ان شاء الله، يعني ما راح اسجل مع شخص مرتين، مرة واحدة بعدين افتح مجال للي بيسجلون مع اشخاص ثانيين. يعني الحين تشوفون يفتح الاونلاين على طول، كونكت يس، تويتر فيسبوك ما الى ما ادري. المهم تدخل الحين موتو بلاير اونلاين، موتو بلاير تشوف الحين خلاص يفتح معك.
نتأكد بس عشان تتأكدون انه فتح، يعني شرح ابسط من البسيط. الحين نشوف. وبس شفتوا الحين فتح الاونلاين، الحين شفتوها ستارت. اوكي يعني تبغى تلعب كذا لحالك العب لحالك، يعني ترسل انفايت لاخوياك يدخلون معك، ولا تضغط R1 كذا تروح للسيارة هذه وتلعب تلعب فري فور ما ادري ذي اللعبة. وبس هذا هو الاونلاين زي ما تشوفون فتح معنا، وهذا الشرح شلون تدخل وتسجل بالاونلاين تلعب اونلاين يعني. وبس هذا الشرح، لا تنسانا من اللايك والمفضلة والاشتراك والكومنت. كان معكم اخوكم عبد الرحمن ودحدح، السلام عليكم.